متابعو صوت بيروت انترناشونال، أهلا بكم إلى جولة بدقائق وفيها الإعدام في العالم، ولاية جديدة، إنتاج المياه، السلحفات الطائرة.483 حالة إعدام في 18 دولة خلال العام 2020، بانخفاض 26% عن العام الذي سبق. ويقول تقرير منظمة العفو الدولية أن معظم عمليات الإعدام نفذت في الصين وإيران ومصر والعراق والسعودية، علما أن الإعدامات في الصين تقدر بالألاف لكنها تعتبر من أسرار الدولة. حتى الآن ألغت 108 دولة عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة لجميع الجرائم، وألغت 144 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة. كثيراً ما تصطدم الصخور وغيرها من الحطام بالزجاج الأمامي للسيارات، لكن أن تصطدم سلحفات فهو أمر غريب ونادر. هذا ما حصل مع أحد السائقين على الطريق السريع في ولاية فلوريدا، حيث اخترقت سلحفات الزجاج الأمامي لسيارته، الأمر الذي فاجأ الجميع. من المرجح أن السلحفات كانت تعبر الطريق السريع وطارت في الهواء بعد أن صدمتها مركبة أخرى، إلا أن هذه الصدمات لم تؤدي إلا إلى بعض الخدوش. 50 نجمة ترتفع على العلم الأمريكي، كل منها تمثل ولاية، لكن قد تصبح 51 بعد تصويت مجلس النواب على مشروع قانون من شأنه أن يعترف بواشنطن ولاية جديدة. عام 1800 أصبح مقر الحكم الأمريكي في مدينة واشنطن في مقاطعة كولومبيا، وأراد المؤسسون أن يكون لسكان المقاطعة صوت في اختيار من يحكمونهم، لكن ذلك لم يحدث، فسكان العاصمة لا ممثل لهم في مجلس الشيوخ، ويمثلهم في مجلس النواب مندوب لا يصوت. بعد تمرير المشروع في مجلس الشيوخ ستحمل العاصمة اسما جديدا هو كومنولث دوغلاس، وستصبح الولاية الأصغر مسافة والأكثر كثافة سكانية. هل تعلمون أن أقل من 3% فقط هي نسبة مياه الأرض العذبة؟ هذه النسبة ضئيلة مستمرة بالانخفاض، وقد تعود إلى الارتفاع إذا نجحت تجربة واعدة بإنتاج المياه. باحثون أستراليون طوروا طريقة لإنتاج مياه عذبة وآمنة باستخدام ضوء الشمس فقط. التقنية تقوم على استخراج مياه البحر القليلة الملوحة أو حتى المياه الملوثة من خلال وضع هيكل عالي الكفاءة على سطح المصدر المائي، يحول ضوء الشمس إلى حرارة مع تركيز الطاقة بدقة على السطح ليتبخر الجزء العلوي من المياه ويمنع تراكم الملح والملوثات. هذه التقنية قد تقضي على الفقر المائي. قدمنا لكم ما لدينا بدقائق، إلى اللقاء.